مشكلات عديدة تواجه زراعة القطن في مدينة تل أبيض، ما هي؟ وكيف يمكن للمزارعين أن يتجاوزوا هذه المشكلة؟ يعاني مزارعو القطن في مدينة تل أبيض من مشكلات عديدة، منها عدم توفر مادة السماد للزراعة وشح في المحروقات وعدم توفر سوق بيع منتوجاتهم القطنية، أمام عجز المجلس المحلي في إعطاء أي مساعدات أو أدوات تساعد المزارعين على تخطي المحنة. اليوم القطن 700 دولار ما حد يشتري، ما في سوق. أنا إذا بدي أبيع ب 700 دولار، طبعا أنا جاي أشتغل على الطاقة وقسم ألجأ للمولدة أحيانا، يطلع الدونم خسران 60 دولار، خسارة 60 دولار إذا بدي أبيع بهالسعر هذا. يعني دعم ما في للمزارع من الجهات المعنية طاول. فحلها أنه أول شيء المجلس يتبنى هالموضوع، يقدم للمزارعين بذور محسنة، أدوية، إشراف مهندسين على الحقول، تأمين شركات طاقة شمسية تعطي بالتقسيط أو بالأقساط المريحة موسمية للمزارعين. نطالب بتسوية سعر القطن بمنطقة نبع السلام بالمزارعين والمواطنين الأتراك، كونه نفس المواد اللي عم نستوردها بالأسعار وبكل شيء. فإحنا طلبنا الوحيد أنه نساوي سعر القطن في منطقتنا بما يتناسب مع المواطن التركي. واحنا المزارعين نفس الشيء، يعني مصروفنا وتعبنا كله والله العظيم جاي يروح هباء منثور. كب ما 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 احنا منطقه تل أبيض خساره جريمه، مو خساره جريمه، اجرام، يعني اجرام بالنسبه للزراعه. الحا الصفره سعروها 250 دولار، الصفره ما تكلفتها ما جابت، بدنا شركه تاخذه خير تدخل علينا، شركه تركيه، مو تجار يستغلونا، شركه تيجي تاخذ منها المحصول. وينضم إلينا الصحفي علي نجار من تل أبيض، مرحبا بك علي. في البداية، كما هو معروف أن هناك معاناة لمزارعي القطن في مدينة تل أبيض من مشاكل عدة، ومنها عدم توفر مادة السماد للزراعة. كيف يحصلون على السماد إن كان عدم يعني أو إن كانت الأسواق لا توفر هذه المادة حاليا؟ بالبداية مساء الخير لك أصحاب الجميع السادة مشاهدين تلفزيون سوريا. بالنسبة للمزارعين في منطقة تل أبيض لا تتوفر الأسمدة بنسب كبيرة نظرا لعدم تبني جهة حكومية تلك الموارد أو المصادر التي تؤمن الأسمدة، تأتي عن طريق التجار. التجار ليس لديهم فائض مالي كبير لتأمين كميات كبيرة لتأمين كافة الاحتياجات التي يتكفلها المواطنين بالمنطقة. المجلس المحلي في مدينة تل أبيض هو عاجز كل العجز عن تقديم المساعدة للمزارعين في هذا المجال، نظرة لعدد الهكتارات الواسع في المنطقة. المنطقة زراعية بشكل كبير وتحتوي على عدة تقريبا 2000 بئر زراعي. ما هو سبب عجز المجلس المحلي عن تأمين هذه المواد بحسب المعلومات لديك؟ أصلا كما نعلم جميعا أن المجالس المحلية في منطقة نبع السلام هي مجالس مستحدثة حديثا، لا توجد لديها الدعم الكافي لتحمل تلك المصاريف الطائلة. مصاريف الزراعة تكمن يعني تقدر بحوالي آلاف الدولارات، يعني الأرض الواحدة أو البئر الواحد يتم تغذيته بمشروع طاقة يكلف حوالي 30-40 ألف دولار. طيب المحروقات كيف يؤمنها المزارع وكم تبلغ أسعارها إذن؟ المحروقات تأتي عن طريق مصادر التهريب من مناطق سيطرة قسد، وأسعارها مرتفعة جدا بالنسبة لباقي المناطق مثل منطقة ريف حلب ومنطقة إدلب. يكمن سعر البرميل الواحد في منطقة نبع السلام حوالي 150 دولار، بينما في مناطق حلب وإدلب البرميل الواحد حوالي 100 دولار إلى 110 دولار. طيب كيف يصرفون المنتجات التي ينتجونها وما هي الصعوبات في هذه العملية؟ المنتجات جميع المحاصيل الزراعية يتم تسويقها إلى الجانب التركي عن طريق تجار وليس عن طريق جهات حكومية
مختصة بتلك الأمور، ما يزيد من عناء المواطنين واحتكار الأسعار وبيعهم بأسعار رمزية نسبة لقلة عدد التجار المتحكمين في سوق المبيع في تلك المنطقة. طيب في هذه المنطقة تحديداً ألا يوجد منظمات، ألا يوجد فئة تقوم بدعم الزراعة في هذه المنطقة، خصوصاً أن المشاكل كبيرة ومشاكل خطيرة كما تذكر؟ إلا أن لا يوجد أي منظمة حكومية أو غير حكومية دخلت إلى المنطقة لتقوم بدعم الثروة الحيوانية أو الثروة الزراعية في تلك المنطقة، مع العلم أن المنطقة هذه تعاني من ضعف كبير في مجال الثروة الزراعية والثروة الحيوانية. إلى الآن لا توجد أي منظمات دخلت إلى المنطقة وقامت بدعم المزارعين من أسمدة، من مواد علاجية لتلك الزراعات الموجودة في المنطقة، من بذور. إلى الآن لا توجد أي منظمة دخلت إلى المنطقة وقامت بدعم المزارعين بشكل كافي، بالإضافة إلى أن المجلس المحلي كما قلت أنه يعني مستحدث ليس له في زمان طويل ولا يقدر وليس لديه الكلفة المالية لدعم المزارعين لتلك المواد الأساسية للزراعة. طيب الحكومة المؤقتة يوجد أي تحرك لها في هذه المنطقة؟ الحكومة المؤقتة دورها دور يعني صوري ليس أكثر، قامت باستيراد كميات قليلة من محصول القمح في هذا العام، إلى أنها ليس لديها القدرة المالية لاستقطاب كافة المنتجات من هذه المنطقة وشراؤها. طيب بالنسبة لأهالي المنطقة إذن كيف يتعاملون مع هذا الموضوع؟ ما هي البدائل لديهم؟ أهالي المنطقة لا يوجد لديهم أي بدائل، يقومون بالاعتماد على نفسهم في أغلب الأوقات لأنه لا يوجد أي دعم. منذ 3 سنوات إلى الآن لم يوجد أي دعم لقاطع الزراعة في منطقة نبع السلام بشكل عام ومنطقة الرقة بشكل خاص. يعني المنطقة الزراعية تحتاج إلى دعم كبير، إن كان من منظمات المجتمع المدني أم من المؤسسات الحكومية أم من المجالس المحلية، وإلى الآن لم يتم دعم تلك الثروة الزراعية في المنطقة أو الثروة الحيوانية والمحصول، والمزارعين يعني في كل سنة يقومون بخسائر، يعني يتكبدون كخسائر كبيرة مما يقلل نسبة الزراعة في السنة السابقة. طيب إن كانت الخسائر كبيرة بهذه المنتوجات الزراعية تحديدا، هل هناك أي أفكار لدى المزارعين بالتغيير نوع المزروعات وإنتاج محصول من نوع آخر مثلا؟ مثلاً الخسائر لا تتعلق بنوع المحصول الزراعي، إنما تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، التكلفة الزائدة للطاقة الشمسية، كون التجار هم من يحتكرون الألواح ما يأتوا بها من بلاد خارج سوريا إلى الأراضي السورية ويقومون بيعها، والتصدير والاستيراد والتصدير هو عن طريق التجار. يعني لو كان هنالك أي جهة رسمية تقوم بطرح سعر مناسب يعني أضعف الإيمان أنه يكون هذا السعر يشيل الحمل على المواطنين، يعني ما يشيل خسارة المواطن، بس لحد الآن يعني ما في أي جهة رسمية تبنت هالشيء والمزارع كل سنة عم يخسر. أشكرك كثيرا علي النجار الصحفي، كنت معنا من تل أبيض.